بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقه جديده واحد حلقات برنامجكم نصيحه طبيه. ولو تفتكروا احنا نهينا الحلقه الاولانيه من برنامجنا نصيحه طبيه، جبنا ابتدينا نلمس في كورونا والشغل الشاغل للناس كلها دلوقتي موضوع كورونا. وعشان كده يسعدني ويسعدكم ان يكون ضيف وضيفكم في الحلقه الثانيه من برنامجكم نصيحه طبيه دكتور هاني فرج الخبير الدوائي. اهلا وسهلا طبعا. اهلا وسهلا بك، وحشه والله. الله يخليك، اهلا بيك يا دكتور. دكتور محمد راشد الشارح السلمان. دكتور محمد ازيك، اخبارك، عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بيك. دكتور هاني، قبل ما اروح لفيروس كورونا، انت اثرت نقطه الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن المضادات الحيويه. عايزين نعرف انواع المضادات الحيويه ايه، لان اكتر حاجه انت عارف المضادات الحيويه هي اكتر حاجه بتبيع في جمهوريه مصر العربيه كمبيعات. لو فعلا عملنا احصائيه هنلاقي ان دايما المضادات الحيويه بتيجي ترتيبها في ترتيب الادويه المباعه في مصر رقم 1 و2 و3. ده في مضاد حيوي وصل مليار جنيه مبيعات. المهم فعلا ان احنا ننوه للساده المشاهدين، ننوه على موضوع المضادات الحيويه واستخداماتها. فلو احنا اتكلمنا عن المضادات الحيويه نحاول نعرفها في صورتها البسيطه يعني. بس قبل ما نتكلم عن المضادات الحيويه تسمح لي اقطعك؟ اتفضل. ارقام تليفوناتنا بتاعه البرنامج، الواتساب بتاع البرنامج 011 0171138. دكتور هاني فرج تليفونه بعد اذنه طبعا 010-336-5-8669. دكتور محمد راشد، انا رحبت دكتور محمد راشد ولا لسه؟ رحبت بيه انا، كورونا خلتني اتوه باين ولا لا؟ رحبت. دكتور محمد راشد 010-130-08-874. دكتور هاني، نرجع تاني انواع المضادات الحيويه. المضادات الحيويه ببساطه بتقول عليها عباره عن مواد، يا اما مواد طبيعيه يا اما مواد مصنعه او مخلقه، بتتعامل مع البكتيريا بغرض قتلها وتقليل اثارها الضاره بالنسبه للانسان. فاحنا عندنا المضادات الحيويه بتشتغل بطريقتين، يا اما طريقه قاتله بشكل مباشر دي الميكروب وهي متسمى بالبكتيريسايدون، ومجموعه اخرى ودي اللي بتعمل على تثبيط نمو وتكاثر البكتيريا ودي متسمى البكتيريوستاتيك او المثبط لنمو البكتيريا. اعتقد الساده المشاهدين الحته دي ما تخصهوش قوي، صح؟ نوعا ما، بس هو عارف ان في مجموعه قاتله بشكل مباشر، ودي طريقه عمل المضادات الحيويه او يسمى بالصدات في بعض الدول العربيه يعني. تمام. فالمضاد الحيوي بيتم استخدامه لعلاج ميكروبات بشكل محدد. تمام. بمعنى ان مش كل مضاد حيوي يصلح لكل الميكروبات، يعني طبعا مفيش عندنا انتيبيوتيك او مضاد حيوي يقدر يغطي 100% من الميكروبات اللي قد تصيب الانسان، ولكن في عندنا مجموعات مختلفه من المضادات الحيويه بتؤثر في ميكروبات او مايكرو اورجانيزمز موجوده في مناطق محدده في جسم الانسان. بمعنى ان منطقه الميكروبات اللي بتصيب منطقه الحلق واللوزتين بتختلف عن اللي بتصيب منطقه الجهاز البولي. طبعا في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي قد تتشابه الميكروبات ولكن تاثيرها بيبقى مختلف وحدتها بتبقى مختلفه. تمام. الاذن الوسطى والجيوب الانفيه قد تتشابه الميكروبات ولكن تاثيرها مختلف. طبعا. فتم تقسيم المضادات الحيويه طبقا لهذه المناطق وطبقا لهذه الامراض لمجموعات، وكيميائيا تم تقسيمها لمجموعات اخرى. تمام. وبالتالي انا عشان اخد مضاد حيوي ما ينفعش ان انا اجتهد مع نفسي او ان اللي ناسب اخويا او ناسب ابني او ناسب بنتي يناسبني، لا بالعكس، لازم ارجع للمختص، والمختص بيبقى قصاده طريقين في تحليل المضاد الحيوي. تمام. اول حاجه ان هو يتعامل مع الموضوع بشكل منهجي، ان هو يطلب من المريض ان هو يروح يعمل كلتشر اند سنسيتيفيتي او ما يسمى بالمزرعه عشان خاطر يستخدم المضاد الحيوي المناسب المتخصص لهذا المرض. وفي طريق اخر وهو ان في بعض الاصابات زي اصابات اللوز مثلا او اصابات الحلق او الجيوب الانفيه او الاذن الوسطى او المجاري البوليه معروف نوعيه البكتيريا المتوقعه بنسبه قد تتراوح 100% في بعض الحالات. تمام. وبالتالي المضادات الحيويه اللي هي تم اختبارها على مدار سنوات طويله جاهزه وموجوده، فما فيش داعي ان اضيع وقت مع المريض اخليه يعمل مزرعه، ولكن بوصف له على طول المضاد الحيوي بشكل امبيريكالي او بشكل عاجل بحيث ان هو اعتمادا على خبره الطبيب او خبره الصيدلي في هذا المجال البيشنت او المريض بيمشي على المضاد الحيوي المناسب. تمام. دكتور محمد راشد، انت بقى العين كلها عليك الفتره دي. اتفضل يا فندم. اتفضل. الكورونا وما ادراك ما الكورونا.
الناس كلها عماله تقول كورونا لدرجه ان تخيلت الناس بتتكلم على الشوكولاته اللي موجوده في السوبر ماركت. احنا بنتكلم على كورونا الفيروس. لا لا عايزين نعرف بقى الكورونا او اللي هو الكوفيد 19 صح كده؟ الكوفيد 19 صحيح تمام. خلينا نقول برضو يعني استكمالا للحلقه السابقه انت حضرتك كنت قفلت معايا على هذه الجزئيه على ايه هي الكورونا. الكورونا زي ما احنا قلنا الكورونا هي فصيله كبيره من الفيروسات. طبعا اكتشفت سنه 1920. طبعا بتعمل اعراض بدايه من نزلات برد عاديه الى الى متلازمات او الى مشاكل كبيره جدا قد تصل في بعض الاحيان الى الفشل في وظائف الكلى. ومن اشهرها هذه المتلازمات عندك متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه ودي اللي حصلت في السعوديه في 2013 اللي هو الميرس كوفي. وكان في اللي حصل برضك في السارس اللي حصل في يوهان في الصين برضو. ده اللي هو المارس اللي هو السارس اللي حصل في زي ما قلت لحضرتك في الصين. تمام. بعد كده احنا تطور الامر النهارده حصل اللي هي الفيروس الكورونا اللي بيسموها كوفيد 19. الكوفيد 19 دي اختصار ل كورونا فيروس ديزيز 19. ليه 19؟ لانه اكتشف في ديسمبر او اعلن عنه في ديسمبر 2019. يا ليه الصين دايما مصدر الفيروسات المكلكعه كده؟ قد يكون لان في طبعا احنا عشان نتكلم على مرض معين او وباء معين في مجموعه من العوامل لازم تجتمع في وجود هذا. لابد ان زي ما احنا قلنا قبل كده لابد ان يكون عندي مصدر لهذه العدوى او مصدر لهذا الفيروس. ده احتمال يعني في عندي مصدر، لكن المصدر موجود عندي اللي هو اللي يعني طبيعه الحياه نفسها هناك مختلفه جدا. طبعا عدد السكان بيكون رهيب جدا. قد يكون التعامل مع كائنات طبعا العادات الغذائيه بتاعتهم العادات الغذائيه بتاعتهم مختلفه تماما. طبعا ده ممكن يسمح لي زي ما احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على حاجه ما يسمى بالزونوتيك ديزيز. ما احنا قلنا الكورونا دي بتصيب الانسان والحيوان، فيعني قد يكون حصل تطور للفيروس وغير ان هم اصلا كمان عندهم خلفيه قبل ذلك اللي هو السارس كوفي برضو. فاحنا دلوقتي هي كلها عيله واحده، تركيبه يعني تركيبه اساسيه واحده، وممكن يكون حصل تطور ليها للفيروس وكان يعني هذا التطور نتيجه لوجود خلفيه سابقه والعادات وطبيعه الجو نفسه. عندك درجات الحراره هناك في الصين بتبقى منخفضه فترات طويله جدا من السنه. طبعا كل ده بيخش في ان انت بتسبب يعني ان انت بتخلق جو مناسب لحدوث الامراض الوبائيه التنفسيه خصوصا. يعني تعرف انا مبسوط، فاكر الحلقه الاولانيه لما قسمنا الامراض والاوبئه وحضرتك قسمت قلت فيه فيروسات وفي بكتيريا. هي الحلقه النهارده متقسمه كده، الدكتور هاني فرج بيتناول البكتيريا والدكتور محمد راشد بيتكلم بيتناول الفيروسات. احنا فهرجع تاني للبكتيريا. يعني تقسيمها جت كده يعني مش عارف انا والله بالنسبه احنا يعني يهمنا ان احنا الساده المشاهدين يبقوا على درايه بالفرق. يعني طبعا دي مهمه جدا. احنا لو تفتكر في السؤال الاولاني كنا بنقسم المضادات الحيويه، عايزين بقى نقسم مقاومه البكتيريا للمضادات الحيويه. طيب احنا طبعا اي كائن حي بيسعى ان هو يطول عمره او حياته تطول، يعني نفس الثقافه دي موجوده عند البكتيريا التي لا تعقل. سبحان الله يا محمد راشد، الفيروس مش كائن حي صح؟ الفيروس بره الخليه غير حي. احنا بنسميه تحت حي يعني. تمام. فطبعا كل ميكروب طبعا على رغم انه لا يعقل ولكنه بيسعى ان هو يبقى متواجد ولفترات طويله ومتعايش وبينقسم وبيكسر عدده يعني. بس المضادات الحيويه واقفه عائق في الموضوع ده. فايه اللي بيحصل؟ ففي نوعين من المقاومات الرئيسيه بالنسبه للميكروبات. اول نوع ان هو بيبتدي يفرز انزيمات مضاده للمضاد الحيوي. يعني زي المضاد الحيوي تعرف على البكتيريا وابتدى يقتلها، البكتيريا مع الوقت ابتدت تتعرف على طبيعه شكل التكوين بتاع المضاد الحيوي، وبالتالي فبتفرز مواد كيميائيه تسمى بالانزيمات تقوم بتكسير هذا المضاد الحيوي. تمام. وبالتالي يصبح بدون فعاليه. فدي اول طريقه. وطبعا العلم ما مسكتش، ابتدى يخترع مضادات حيويه. والعلم ما مسكتش على الجهل ولا على العلم؟ ما مسكتش على عن علم طبعا. انا مره سمعت حاجه ما اعرفش صح. لا هو عن علم طبعا، لان حضرتك الموضوع استغرق سنين يعني، فالسنين بتعني التجربه والنتيجه قصادها يعني، فبالتالي عن علم يعني.
فبالتالي اصبح في هناك مضادات حيويه ما يسمى بالبيتا لاكتاميز انهبيتور، او اللي هي بتوقف عمل هذا الانزيم اللي ممكن يكسر المضاد الحيوي والتعامل مع الميكروب. يعني تحس ان هم بيلعبوا مع بعض دور شطرنج. بالظبط بالظبط، يعني البكتيريا والمضاد الحيوي. بالظبط كده يا فندم بالظبط. طيب في بعض الميكروبات الاخرى زي مجموعه الستريبتوكوكس، ودي مشهوره قوي باللي هي بتعمله ده، ان هي بتغير من شكلها. يعني تعمل التريشن او تغيير للشكل الخارجي، وبالتالي المضاد الحيوي يخش يلاقي نفس الشكل مختلف. طيب في بعض بعض الميكروبات الاخرى في ثقوب في جدار هذه جدار الخلايا او الخاصه بالميكروب، فبيعمل ايه؟ فبيغير من النفاذيه بتاعتها. تمام. ودي نوع من انواع المقاومه، فبنلاقي ان البكتيريا بتسعى لتطويل حياتها عن هذا الطريق، او بطريقه اخرى ان هي بتعمل ما يسمى بالطفره او الميوتيشن او تغيير في شكلها كامله وتتحول لسلاله اخرى هذا المضاد الحيوي لا يناسبها. وبالتالي زي ما حضرتك ذكرت وقلت، احنا ماشيين في حلقه الميكروب يغير من سلوكه ويغير من شكله، الانسان يبتدي يعمل على اختراع مضاد حيوي جديد يتعامل مع هذا الشكل الجديد الى ان شاء الله. دكتور محمد، الفيروسات، احنا بنتكلم عن كورونا، عايزين نعرف ايه هي اعراض كورونا. طب انا تسمح لي ان حضرتك اثرت حته وقلت لي الفيروس كائن حي او غير حي، احنا بس عندنا اشكال الحياه او بالنسبه للتعامل مع الكائنات الحيه دي عندنا ثلاث صور موجوده. الصوره الاولى اللي هو زي على سبيل المثال البكتيريا ده كائن حي بمعنى الكلمه، لانه بيقوم بكل الاعمال الوظائف الحيويه، التنفس والاخراج والتكاثر، فبيعمل كل عمليات، فعشان كده بنسميه بيخش تحت يندرج تحت الكائنات الحيه. عندك بالنسبه للفيروس زي الدكتور هاني ما قال، يعني نسميه تحت حي، لان هو في ظروف معينه بيبقى كائن حي وفي ظروف تانية بيكون غير حي. ده يكون حي داخل الخليه، بره الخليه بيكون غير حي. النوع الثالث بقى عندي مثلا بروتينات، حاجه بقى انا قادر اصنفها كائن حي ولا غير حي، يعني مش قادر اصنفها، زي البروتينات زي كده في موضوع اللي هو جنون البقر، هو عباره عن بروتين اسمه البروين بروتين، المفترض ان هو بيتخلق من بظروف الطبيعيه بتخلق انه معامل بروتين نتيجه للسلوك الخاطئ، عادات التغذيه، طبعا حطوا العظم المطحون مع الدم، تغيروا سلوك الغذاء لدى الحيوان، ادى الى خلق نوع معين من البروتين يتكون، هذا البروتين بقى يمثل كانه جسم غريب، بدا الجهاز المناعي يهاجمه، فطبعا ده اللي عمل شكل السبونجي فورم اللي موجود في المخ، وده اللي بيخلي الحيوانات تخبط. لو الشكل الاسفنجي لشكل الاسفنجي. فده دي اشكال صور الحياه، يا كائن حي يا غير حي، يا اما مش قادر اصنفه. نروح بقى على الكورونا، اعراض الكورونا ايه؟ اعراض الكورونا بالنسبه لاعراض الكورونا حضرتك تتمثل اعراض الكورونا اللي هي الاعراض الشائعه، يعني اللي هي 80% او 85% اللي هي بيكون عندي حمى، في حمى يعني ارتفاع في درجه الحراره، في عندي سعال بيكون جاف، بساعات بيكون جاف، يكون عندي ارهاق، دي اللي هي نسبه كبيره. محمد معلش، ما هو ده برضه ممكن يحصل في الانفلونزا. ما هو يعني انا ممكن في الانفلونزا درجه حراره عاليه، صحيح، ممكن في الانفلونزا يبقى عندي جهاد، صحيح، ممكن يبقى عندي سعال جاف، صحيح. احنا حضرتك عشان نحكم على مرض معين، ما احنا عندنا في انفايرمنت معين او بيئه معينه بتحكم، يعني انا دلوقتي في حاله وباء فلازم يعني هو معلش يا دكتور محمد، يعني انا هنا بتكلم باسم بلسان الساده المشاهدين، صحيح، يعني هي مثلا خلاص الكورونا موتت الانفلونزا وبقت هي اللي مسيطره؟ لا 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 لا، ما احنا هنتكلم حضرتك، بس هو المشكله الناس بقى عندها هسهس. صحيح صحيح، ما هو يعني اللي بيكحوا كحوتين دلوقتي بقى خلاص اجرى معاهم. لا 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 لا، بص حضرتك، ما احنا حضرتك في يعني اقول الحته، هوصل للحته بتاع حضرتك وازاي نقدر نفرقها عن الانفلونزا. الاول انت الثلاث اعراض دولت، انا بتكلم على الكورونا كحاله خلاص، ده كورونا شكله ايه؟ في منهم بعض المرضى، شوف بقى، بعض المرضى بيعاني من اوجاع في جسمه، بيعاني مثلا من وجود الم في الحلق، بيوجد في اسهال او قيء، دي نسب بسيطه جدا يعني. بس انا متحمس للانفلونزا العاديه، صحيح، ومش متحمس للكورونا. هو الانفلونزا العاديه دكتور معلش، لما الحراره بتعلى، لما معروف الحراره لما بتعلى بيبقى عندك عضلاتك وجسمك متكسر. صحيح صحيح، ما هو حضرتك، ما هو خلي بالك، انا بس مش عايز الساده المشاهدين، ايه، انا في الهدف الاساسي من برنامجنا والحلقه دي ان احنا نخلي الناس تبقى مطمئنه، لما تمهلش ما تهملش وما تتكسلش، يعني ما يبقاش عندنا هسس، وبرضه بناخد الموضوع يعني باهتمام شويه. خلينا برضه انا بس عشان الناس ما صحيح، خلينا برضه كدكتور علاء، لو كانت الانفلونزا او كانت كورونا، هما الاثنين بيسيبوا جزء سفلي من الجهاز التنفسي، فهما الاثنين برضه بيمثلوا اشكاليه. هي الفرق بين الانفلونزا
وما بين لو بين الكورونا ان انا عندي الانفلونزا بقدر اعمل لها تريتمنت، بقدر اتعامل معاها، بقدر ابقى عندي اكسبيرينس موجوده من كتر حتى اسمها سيزونال، يعني من كتر ما انا بتعرض فبقى جهاز المناعه عنده خبره. هو الانفلونزا دكتور الوقائيه ولا العلاجيه؟ يعني انا بعالج الانفلونزا ولا بدي حاجه تقي من الانفلونزا؟ لا بدي حاجه تقي من الانفلونزا وقائيه، لكن ما اقدرش العلاج، ما في الفيروسات ما لهاش علاج. ده انا ممكن، لكن ممكن ادي علاجات مدعمه برضه. الكورونا نفس القصه او الكوفيد 19 يبقى تبقى علاجات تدعيم للحاله، تدعيم للحاله، وكل حاله بقى بتتحلك على حسب ظروفها. يعني عنده نقص في الاكسجين بديله اكسجين، عنده السوائل بتاعته فيها مشكله بعوضه بالسوائل، وهكذا. يعني بتبقى الفيروسات ملهاش علاجات. تنتشر ازاي الكورونا ده؟ الكورونا بتنتشر، العامل الرئيسي للانتشار هو عمليه الرذاذ او التقطير، يعني عمليه الرذاذ اثناء الكلام او اثناء مثلا بتنتشر بالتنفس؟ لا تنفس لا مشهور لا لا, لا 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 يعني صعب جدا، لازم تكون قطيرات كبيره جدا حامله. لان خلي برضو خلينا نقول عشان برضو الناس تطمن، يعني رساله ايجابيه، احنا عندنا حاجه اسمها الانوكلام سايز او الانوكليشن دوز او الكميه اللي تكون قابله لاحداث العدوى. لابد عشان يحدث عدوى من اي كائن كان مكان، لابد ان يكون له تركيز معين او نسبه معينه عشان يتم من خلال احداث العدوى. يعني حتى لو انا عندي 3 4 مش معقول يبقى في مثلا نسبه بسيطه من الكورونا، من الصعب ان هي تعمل مشاكل. لكن لو انا عندي النهارده مريض، عشان كده بنقول العزل بقى. النهارده لو انا عندي مريض بقى فعلا ظهر عليه الاعراض، درجه حراره عاليه، ارهاق، سعال شديد جدا، صعوبه في التنفس، اكيد ده الحمل الفيروسي اللي موجود جواه كبير جدا، وبالتالي اقل كميه ممكن تحصل لي تحصل مشكله. طيب. عشان كده بنقول لو في شخص احنا لازم نتبع اجراءات الاحترازيه. لو في بيننا وبين شخص لابد يكون مسافه ما فيش عليه اعراض في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، ما يكونش اقل من متر. ليه مش اقل من متر؟ مش عشان خاطر حتى لو ما عندوش اعراض، عشان خاطر ممكن تكون ملابسه عليها، ممكن تكون ايده شايله. عشان كده احنا قاعدين المسافه بيننا اكتر. صحيح صحيح صحيح. فلازم تكون لا يقل عن متر. طب لو انا شخص عنده بدايات ومش عارف اذا كانت كورونا او غيره، لابد ازود المسافه مترين او ثلاثه، بحيث لو حصل عمليه العطس او حصل يعني في افرازات حصلت، ما تبقاش فرصه لنقل العدوى. يبقى عمليه الانتشار هو المصدر الرئيسي هي وجود القطيرات الحامله لهذا الفيروس. والفيروس ده من رحمة ربنا، واحنا بنقول من رحمة ربنا، الفيروس ده بالنسبة لأنواع الفيروسات التانية حجمه كبير، فما بيبقاش عالق في الهواء بالشكل اللي احنا متخيلينه. يعني هو لا ينتشر عن طريق الهواء؟ لا لا لا، ما بيبقاش عالق، هو هي وسط، يعني ما بيبقاش عالق بشكل كبير جدا، لا بالعكس، ده هو بعد فترة بيحصل له سيتنج وبينزل يوسع. عشان كده عند الأسطح دي اللي بخاف ايه؟ بيخاف منها، وهي دي اللي بتتم عملية المعالجة والتطهير بالنسبة لنا. فهي عملية الانتشار المصدر الرئيسي هو الـ 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 القطيرات او الرذاذ اللي طالبها. دكتور هاني، نرجع تاني للبكتيريا وبنتكلم عن المضادات الحيوية، عايزين نعرف اضرار سوء استخدام المضادات الحيوية. هو اول ضرر دكتور علاء، وده الاهم، ان بمجرد استخدام المضاد الحيوي لفترات اقل من الفترات المنصوص عليها في النشرة الداخلية او الطبيب محددها لي، او ان انا بستخدم مضاد حيوي مش في محله، ان بعد كده مش هيجيب نتيجه. يعني مثلا لو الدكتور يعني قال لي استخدم 7 ايام، يعني انا ملتزم بالسبع ايام اللي هي كل مثلا 12 ساعه مثلا. تمام، ما ينفعش اخده كل 6 ساعات او كل 24 ساعه واخده 5 ايام. تمام، لان المشكله اللي هتنشا بعد كده المضاد الحيوي مش هيبقى فعال مع الميكروب ده، زي ما احنا قلنا من شويه طرق المقاومه بالنسبه للميكروبات. حضرتك صحح لي او اكد لي المعلومه، او المشكله كمان المضاد الحيوي ده متهيألي هيطور من نفسه. المضاد الحيوي الميكروب الفيروس الميكروب هيطور من نفسه طبعاً. وانت هتتنقل لعدوى الواحد تاني، اعتاد على المضاد الحيوي وما خدناش الفتره الكافيه لقتله، وبالتالي هيبتدي يطور من نفسه. فدي اول خطا واول مشكله مع سوء استخدام المضادات الحيويه، ان انا ما التزمش بالجرعه المحدده ليا سواء على مدار اليوم او الكورس العلاج الكامل يعني. تمام. فدي اول مشكله، ان هي قد تنشئ مقاومه بكتيريه يصعب علاجها بنفس المضاد الحيوي الفتره اللي بعد كده. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، ان استخدام المضاد الحيوي قد ينشا عنه غثيان او ميل القيء او اسهال او ما يسمى بالهايبر سنسيتيفيتي او الحساسيه اللي قد تنشا. تمام. وظهرت السنه اللي فاتت لو حضرتك تتذكر في احد المضادات الحيويه اللي كانت بتؤخذ عن طريق الحقن، لو السيفيتريكسون، ماديكسيفيتريكسون بالظبط كده، حصل مشكله كبيره في بعض الاماكن لان ما كانش بيتعمل ده مضاد حيوي حقن.
كان بيتاخد بطريقه خاطئه فحصل منه حساسيه مفرطه، صح كده؟ بالظبط كده. فعشان كده المضادات الحيويه للحقن تحديدا لابد من عمل ما يسمى بالسنسيتيفيتي تيست او اختبار حساسيه. تمام. ما نستسهلش وما نكتفيش بان هو كتف وشته، فانا عندي حد في البيت بيعرف يدي حقن زي ما بيقولوا او ان هو بيتعامل مع الحقن فخليه يديني حقنه المضاد الحيوي، لا لازم اروح لاقرب مستشفى اقرب مستوصف لانه بيعمل اختبار الحساسيه وبالتالي ببقى انا في امان، لانه وارد قوي ان الحساسيه ما تجيش في الجرعه الاولى ممكن تيجي في الجرعه الثانيه. تعرف حضرتك هنا بتاكد لي معلومه، يعني مثلا على سبيل المثال دوله زي السعوديه، واعتقد ان سوق الدواء في السعوديه سوق قوي، ممنوع انك تروح تاخد المضاد الحيوي سواء كان كبسول او حقن من الصيدلة مباشرة الا بروشيت الطبيب؟ طبعا يعني انا عملت في هذا السوق فترة طويلة يعني، والموضوع ده من زمان يعني مش حديثا يعني، يعني من اكثر من 20 سنة. لا كان الموضوع ده متبع يعني، يعني ممنوع مناسبة ممنوع انك تاخد حقنة في الصيدلية. بالظبط كده، لازم تاخدها في المستشفى. وده الامثل، ده ليس تقليلا من الدور اللي بتقوم بيه الصيدلية، ولكن في بعض الاشياء والممارسات اللي احنا يمكن مع الظرف اللي احنا موجودين فيه ان احنا نعيد التفكير فيها مرة ثانية. يعني لو انا النهارده اخذت حقنه داخل حصل حساسيه داخل مكان مش مجهز، يعني بغض النظر بقى كان صيدليه او البيت او كده، وحصل الهايبر سنسيفتي دي او الحساسيه او ما يسمى الانافلاكتيك شوك، او دخلنا في الصدمه نتيجه هذا الدواء، قد تؤدي بتوقف الجهاز التنفس، قد تؤدي لموت مفاجئ لا قدر الله. فبالتالي لازم الجا للمكان اللي مخصص للحقن طبعا بالتاكيد. ودي مش بس في المضادات الحيويه، لا في بعض الهرمونات وبعض الادويه الخاصه بادويه البرد تحديدا. كان في دواء شهير جدا كانت الناس بتستسهل اثناء نزلات البرد ان هي بتاخده، بيحتوي على فيتامين سي وكان بيسبب في وفيات مباشره داخل المستشفيات او داخل الصيدليات. فبالتالي انا ما استسهلش يعني، يعني احد المضار لاستخدام المضاد الحيوي هو ان انا ما باخدوش تحت اشراف طبي، هذا هو الاشراف الطبي. تمام. قد يكون هناك تعليمات بالنسبه للمضاد الحيوي ان هو يتاخد قبل الاكل او بعد. طب هو الموضوع مش عشان الطعم ولا علشان ان انا باخده قبل الاكل فبالتالي على معده فاضيه، فبالتالي لا، هو الموضوع كله له علاقه بالامتصاص بتاع المضاد الحيوي. ايوه. وبعض المأكولات زي المأكولات اللي بتحتوي على دهون كتيره تقف عائق من امتصاص هذا المضاد الحيوي، فبتؤثر لك حاجه. تتخيل ان احد المضادات الحيويه الشهيره جدا بيتاثر بنسبه 52% بوجود الاكل او عدم. يعني هو لابد ان هو يستخدم على قبل الاكل بساعه وبعد الاكل بساعتين. خدوا المريض بعد ما تناول وجبه الفطار او وجبه الغداء او العشاء فقد نصف فعاليته. تمام. فلازم الالتزام بشكل كبير جدا بالجرعه المحدده في المضاد الحيوي. طبعا ده كل ده بيقع تحت بند الثقافه الدوائيه دي، الثقافه لازم تبقى موجوده عندنا كلنا. بالظبط كده، بالظبط. الالتزام اللي بتقول عليها بروشيتا دي يعني لو تعاملنا معاها على انها شيك بنكي هنرتاح. طبعا. يعني لو تعاملنا مع بروشيتا بتوفر علينا كتير من المناسبه. ان كل حرف وكل كلمه وكل تعليمه من التعليمات الموجوده داخل هذه الروشيتا هي بمقام شيك بنكي لا يصرف الا بتنفيذ الاركان بتاعته كامله يعني. هي. فده اللي بنواجهه للساده المشاهدين، استخدام المضاد الحيوي الخاطئ قد يؤدي الى مضار اكثر من الفوائد. نرجع تاني للكورونا. هو ممكن النهارده الكورونا تنتقل من شخص غير، يعني مثلا انا عندي كورونا بس الاعراض مش عليا، هل ممكن اعرض يعني اعمل عدوى لحد حواليا؟ هو حضرتك بالنسبه للجزئيه دي شويه نحب ان احنا الناس تبقى واخده بالها منها. لو شخص ما عليهوش اعراض، احنا قلنا احنا حددنا الاعراض، يكون عندي حمى وعندي سعال. هي فتره حضرتك المرض دي قد ايه؟ فتره حضرتك المرض من يوم ل 14 يوم او من يومين ل 14 يعني. اذا ممكن انا اكون في خلال 14 يوم عندي الفيروس عندك ولسه الاعراض ما ظهرتش عليا، صحيح وعلى حد تاني؟ صحيح صحيح. لا ما عنديش حد تاني. نسبتها ضعيفه جدا. نسبتها ضعيفه جدا. امتى بتحصل عدوى؟ بيبقى في سعال، يبدا بيبقى في سعال يظهر عندي، بيبقى في كحه زياده هنا بقى ممكن يحصل عدوى. لكن هو طبعا في جميع الاحتمال كله في احتمال، لكن بتكلم على النسب الاصابه نفسها. تمام. لما يكون عندي في سعال هنا ابدا اخلي بالي، اخد الاجراءات الاحترازيه بتاعتي، ابعد مسافه معينه، هذا الشخص يعمل العزل، سواء طبعا لو معلوش اعراض او اعراض خفيفه خالص، يعمل نفسه عزل منزلي خلال 14 يوم، خلاص الامور بتتحسن. لكن لو شخص مش ظاهر عليه الاعراض، احتماليه نقل العدوى بتبقى قليله جدا جدا جدا. هايل. نرجع تاني يا دكتور هاني للمضادات الحيويه. يمكن لو تفتكر واحنا في سياق حديثنا بنتكلم ان بعض المضادات الحيويه بيبيع بمليار جنيه في السنه، هي دي ميزه ولا عيب الاول ان هو يبيع بمليار جنيه في السنه؟
هو لو خدناها من باب ان هي بتستخدم في محلها الصحيح فدي ميزه ان في وعي والمضاد الحيوي بيستخدم في محله الصحيح. يعني معلش ولكن يعني ولكن انا لازم اقول لحضرتك ان مش بس في مصر، يعني لو احنا بصينا على الولايات المتحده الامريكيه هنلاقي ان في سنه من السنوات ان اتكلف الاقتصاد الامريكي او ميزانيه الصحه هناك بالخطا قرابه ال 12 مليار دولار، يعني بسبب بالخطأ. بسبب الروشتات المكتوبه في غير محلها، كان من ضمنها طبعا المضادات الحيويه. فاحنا بنتكلم مع العلم بان المفروض حسب معلوماتي ان المفروض ان امريكا عليها قيود ومش اي الادويه ما ينفعش تروح الصيدليه تاخدها كده، ورغم ذلك كان عندهم 12 مليار دولار بسبب الادويه اللي بتتكتب في روشتات وما كانش في محلها يعني. فاحنا لو اتكلمنا على النطاق الشرق الاوسط او مصر تحديدا، مصر هي بلد كبيره فيها اكثر من 100 مليون، فالرقم نحطه في مصاف لو بيستخدم صح فاحنا ما عندناش مشكله. ولكن للاسف الشديد الواقع بيقول ايه؟ بيقول النهارده ان التعامل مع المضاد الحيوي بيتم عن طريق الورد اوف ماوس او بيسموها الوصفه من صديق او من اخ، بالنسبه لي يعتبر مصدر ثقه يعني. اللي هي الفتوى. احنا بنفتي، احنا اكتر شعب فتاوي. بالظبط كده، يعني احنا في المضاد الحيوي بالذات احنا بنعتمد على الخبره السابقه وده مش مظبوط. قد نعتمد عليها في المسكنات، قد نعتمد عليها في بعض الفيتامينات، قد نعتمد عليها في بعض الادويه المستخلصه من خلاصات طبيعيه، مش انما اعتمد عليها في مضاد حيوي. دي من ضمن المساوئ الكبيره جدا اللي احنا لازم نغير عاداتنا في هذا الاتجاه. تمام، ده بالتاكيد هينعكس بصوره مباشره على الاقتصاد، سواء اقتصاد البيت او اقتصاد الدوله عموما. طبعا، وفي حاجه ثانيه مهمه دكتور علاء، يعني دي ملاحظه بشكل كبير جدا، لو اي حد فينا حب يعمل الاكسرسايز او يعمل التمرين اللي هقول لحضرتك عليه ده، ان هو بس يفتح الاجزخانه الخاصه بتاعته في البيت او الدرج اللي شايل فيه الادويه ويبتدي يتامل في شكل الدواء اللي عنده، هيلاقي ان في شرايط متاخد منها قرص او اثنين وما كملش الكورس بتاعها، هيلاقي ان ادويه شرب او مضاد حيوي لم تكتمل ومخزنه في مكان مش سليم. فاحنا لازم فعلا زي ما حضرتك قلت ان الثقافه الدوائيه تبقى موجوده في كل بيت وعند كل واحد مننا. تمام. التعامل مع الادويه مش بس المضادات الحيويه لازم يكون بحرص. اقرا كويس شروط التخزين، اقرا كويس فتره العلاج، اقرا كويس الاعراض الجانبيه اللي لو ظهرت لازم اوقف العلاج او الدواء في التوقيت ده. دكتور محمد راشد، هل الكورونا ممكن تتنقل عن طريق البراز؟ في هذا الموضوع طبعا حصل جدال كبير جدا في هذا الامر. هو طبعا بيتم عمل حسابات واحصائيات ل يعني مدى قابليه نقل العدوى بحاجه تانية غير عمليه التنفس او عمليه القطيرات او الرذاذ يعني. ففي احصائيه فعلا اتعملت ان حضرتك ان لو انا اخذت مسحه او سائل من الجهاز التنفسي الاقي ان نسبه العدوى تتراوح، وجدوا يعني العدوى بالفيروس موجوده ل 93% من الحالات، يعني 93% من الحالات المصابه قدروا يعملوا عزل للفيروس من السائل الخاص الصادر من القصبة الهوائية او الشعب الهوائية. لقوا ان لو خدت مسحة من البصاق ان نسبة 73% من الحالات الاقي الفيروس موجود. 73% من البصاق الاقي الفيروس اقدر يعني اقدره في نسبة 73%. لو مسحة من الانف لقيناها حوالي 63%. 63%، وده اللي بيفسر الحلق حوالي 32%، وده اللي يفسر ان ممكن احتمال، وده بيكون ضعيف شويه برضه، ان ممكن حاله تطلع تبقى ايجابيه وممكن يعني ولاها سلبي. ليه؟ لان بيبقى في يعني ممكن يحدث ان طبعا ما فيش حاجه اسمها 100%. طبعا ده اللي بيؤكد ان ممكن واحد اعمل له عينه من ليه افضل اعمل من حلق ولا من انف نتيجه لهذه النسب. النسب بتزيد عند حضرتك مثلا في حاله البراز، لقوا 29% من الحالات لقوا ان هو ايجابي، موجود فيه الفيروس، موجود في البراز. لكن ما نقدرش نقول ان له نمط معين او انه بيشترك بشكل كبير جدا في عمليه نقل العدوى. يعني ما نقدرش نقول ان البراز بيشترك بشكل كبير في عمليه نقل العدوى اللي هي بين الناس. عشان كده احنا ليه بنأكد، ان بيتم غسل الايد قبل وبعد لما تخش الحمام، قبل وبعد او اثناء الاكل، قبل وبعد
كل ده الهدف من هذا الموضوع. لكن كنمط او كمسار لنقل العدوى في المجتمع لا، يعني ما نقدرش نقول ان هو واخد هذا الاتجاه. برضو القيء والكلام ده كله حوالي، لو ما خدنا ما فيش ما بينقلش العدوى او الاسهال، يعني او الاسهال عندك لو لما خدنا عينه من الدم وشفنا الفيروس لقينا عيان واحد بس اللي ظهر عندي، يعني نسبة 1%. فده بيوضح يعني نسب وجود الفيروس في هذه الأماكن. إذا كانت في الجهاز التنفسي شعب الأوائل والقصبة نسبة حضرتك حوالي تصل ل 93%، إذا كان في البصاق بتصل ل 63%، إذا كان في مثلا في يعني إذا كان في الحلق حاجة و30%، إذا كان في البراز 29% من الحالات، إذا كان في الدم 1%، إذا كان مثلا في القيء أو الإسهال ما نقولوش. أما خطورة الفيروس فيه؟ خطورة الفيروس اللي احنا قلنا اللي يكون في دايركت كونتاكت، اللي يعني هل هو بينتشر بسرعة، هو ده السبب في خطورته؟ الرذاذ مشكلته اللي هو الرذاذ بتاعه، وان هو يقدر يقعد فترة طويلة تصل لأيام على بعض الأسطح. ماشي، ما هو حتى لو موجود على الأسطح وانا جات لي عدوى والأعراض بتاعته مش قوية، لا مش خفيفة، اه 80% من الحالات بيتم شفائهم. 80% من الحالات بيتم طبعا. ومن واحد لكل ستة هو اللي بيخش في مضاعفات، يعني 80% من الحالات ممكن يجي المرض ويتم شفائه. واحد 80% من الحالات يتم شفائه، وفي ناس يجي لها المرض ويمشي وهم مش عارفين. وعندي واحد من كل ستة ممكن تحصل له يخش في مضاعفات اللي هو دي او صعوبه في التنفس. يعني المرض يعني لما نيجي نحسبه، انت حضرتك ذكرت حكايه الارقام في الحلقه اللي فاتت. طبعا موضوع الارقام ده المفترض ان احنا لا نلقي له بالا، لان في ناس مختصه بتشتغل عليه بتحسب معدلات الاصابه ومعدلات الوفاه لاغراض اخرى عشان خاطر يقدر يحدد هيتدخل امتى، هيعمل فاكسين امتى. ما في امراض كانت موجوده لسنين طويله وما كانتش زي فيروس سي، مع انه قاتل، بس يعني معدلات الوفاه بتاعته نتيجه الاصابه ما كانتش عاليه او سريعه. خطوره هذا المرض هو في انتشاره السريع وليس في اعراض، لسه في تاثير او الاضرار او الاثار الجانبيه بتاعته، المضاعفات الناتجه عن المضاعفات الجانبيه بتاعته. هي خطورته في انتشاره، وخطورته كمان واحنا بنخاف من الانتشار انه يصل الى الفئه الحرجه. ايوه، هي دي الاشكاليه في الانتشار. الفئه الحرجه اللي هي مين بقى؟ اللي هم المسنين في السن. طبعا الكبار في السن هم دول بالنسبه لنا يعتبروا الفئه الحرجه في هذا المرض. طبعا والحوامل برضو يعتبروا فئه حرجه، احنا ما بنحبش الكلام ده يوصل لهم. فطبعا ليه؟ طبعا لان طبعا الجهاز المناعي بتاعهم ما بيبقاش قوي جدا، او يبقى فيه شويه مشكلات. وبرضو من الفئه الحرجه الناس اللي عندهم كوموربيديتيز او عندهم امراض اخرى زي السكر، زي الضغط، زي وجود مشكله في الكلى. كل دول هم دول اللي احنا بنخاف من عملية الانتشار انه يوصل لهم. عشان كده لما بيطلعوا نسب، يعني مثلا في بريطانيا لما قال نسبة معينة احنا تارجت انجازة، في المانيا لما قال نسب، هو كل ده حسب النسبة اللي هي الحرجة. حتى كده بيسموا اوروبا القارة العجوز. ليه؟ وده يفسر ليه عندهم المرض انتشاره واخد. وطبعا احنا برضو احنا الحمد لله يمكن يكون طبيعة المجتمع بتاعنا فيما نتعرض له من ملوثات وتعرض له يعني كذا وكذا، عندنا مناعة يعني في وطبعا كل ده بيدعم الجهاز المناعي. حضرتك على سبيل المثال، يعني زي ما احنا موجودين دلوقتي وهذا الكلام شايفينه رأي العين، دواء بيتاخد لعلاج حاجه معينه ويفيد في علاج ويساعد في علاج مرض تاني. وبالتالي نفس القصه الاجسام المضاده. الاجسام المضاده اللي بتكون داخل جسم الانسان في حاجه ما بيسموها الكروس انتيجينستي. يعني ايه كروس انتيجينستي؟ يعني ممكن الانتيجينات او الاجسام الغريبه تتشابه مع بعضها. ما في حاجه اسمها كروس انتيجينستي، وبالتالي ما يطلع مضاد حي مضاد اجسام مضاده معينه قد تساهم بشكل جزئي في الحد من هذا. واحنا طبعا بنتعرض لحاجات كتير، بكتيريا وطفيليات وعايشين حياتنا. دكتور هاني، حكيت السؤال اللي فات كنا بنتكلم عن المضادات الحيويه وعلاقتها بالاقتصاد، عايزين نفرق بقى بين المثيل والبديل. جميل. نعرف المثيل هو نفس الدواء بنفس اسم الماده الفعاله،
ولكن من انتاج شركة اخرى. فالشركة المصنعة الرئيسية او ما يسمى بالانوفيتور او الشركة اللي اخترعت المادة الفعالة دي بتنزل الدواء وبتحصل على فترة يعني تصل لعشر سنوات وبتزيد في بعض الادوية وبتقل في بعض الادوية. العشر سنوات دي فترة البيتنسي او الحماية اللي هي ما حدش ينتج دواء غيرها. انما نفس التركيز ونفس كل حاجه. بعد انتهاء هذه الفتره بيحق للشركات على مستوى العالم تصنيع نفس الماده الفعاله باسامي تجاريه مختلفه. طب وكل مسيل ليه كام دواء زيه؟ كل دواء اصلي كام مسيل؟ بيختلف الموضوع من دوله لاخرى. يعني عندنا في مصر 10 معاهم النوفيتور فبتكلم في 11. بعض المجموعات الدوائيه دلوقتي الوزاره فتحت التسجيل اللي هو الفاست تراك او تسجل بسرعه نظرا لاحتياج السوق، فقد تصل لبعض الاحيان الى 20 مسيل. فما فيش عندي مشكله. الاسعار متفاوته. طبعا ممكن تجيب مضاد حيوي و100 جنيه ممكن تلاقي ليه المسيل بتاعه ب 20 جنيه. ده راجع ليه قوانين التسجيل ليس اكثر يعني، ولكن هو في النهايه هو ما فيش حاجه اسمها دواء فرز اول وفرز ثاني زي بقيه المنتجات. فاحنا المسيل بقى. المسيل نبقى مطمئنين ان احنا بناخد نفس الدواء. البديل هو ماده فعاله اخرى تستخدم في نفس المرض وعلاجه وباسم تجاري مختلف طبعا. فالمسيل ما عنديش مشكله في ان يتم تغييره طبقا للحاله الماديه بتاعتي او اقتصادياتي يعني. تمام. ولكن بالنسبه لي البديل لا يجوز ان احنا نبدله من تلقاء نفسنا، لازم الرجوع للطبيب المعالج والصيدلي هو اللي يقدر يحدد لي اذا كانت المجموعه الدوائيه دي او البديل الدوائي ده يناسب الحاله اللي انا عليها. فده المسيل والبديل. في موضوع المضادات الحيويه هضرب لحضرتك مثلا حاجه زي الاموكساسيلين مثلا، وده من اشهر المضادات الحيويه الموجوده على مستوى العالم. ده بيستخدم على سبيل المثال في عدوى الجهاز التنفسي العلوي. تمام. انا لو رحت الصيدليه النهارده ولقيت اموكساسيلين 58 جنيه واموكساسيلين اخر 28 جنيه فما عنديش مشكله خالص ان انا اخد ده مكان ده طبقا للاقتصاديات يعني. ايوه. طب ولكن انا في عدوى الجهاز التنفسي العلوي في بعض الحاجات المتخصصه قوي زي عدوى الجيوب الانفيه مثلا. فدي محتاجه مجموعه اخرى من المضادات الحيويه عشان تبقى مناسبه للميكروبات الموجوده في الجيوب الانفيه. تمام. وبالتالي ما اقدرش ان انا استبدل من نفسي الاموكساسيلين بنوع اخر. لا، ما احنا متفقين على مبدا ماشيين عليه. انت بتروح للطبيب المتخصص بيكتب لك الروشته بتاعتك وعلى سبيل المثال المضاد الحيوي، وبتروح للصيدلي قال لك والله المضاد الحيوي ده مثلا سيب 50 جنيه، متهيألي انت لو قلت للصيدلي طب ما فيش المسيل بتاعه بس ارخص سعرا هيحس ان انت فاهم، هيديك المسيل. ده اللي احنا محتاجين نوصله كثقافه دوائيه. انا بقى عارف كويس جدا ان المسيل دوت هو نفس الدواء مش فيه اي اختلاف، وان البديل قد يكون مختلف في نتائجه او اعراضه الجانبيه. دكتور هاني، هو ممكن البكتيريا، ممكن الفيروس يتحول لبكتيريا؟ لا لا، دي مجموعه ودي مجموعه اخرى. لا 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 لا، احنا كعدوى كمايكرو اورجانيزم. بص يا فندم، هل الفيروس يتحول لبكتيريا؟ احنا عندنا حاجه اسمها سكندري انفكشن او العدوى التاليه للعدوى الفيروسيه. الفيروس لما بيخش جسم الانسان بيتطلب معاه تدخل الجهاز المناعي بشكل كبير، وقد يعني تقل مناعه الانسان، فالبكتيريا النشطه تنتهزها فرصه وتبتدي تخش وتؤثر في جسم الانسان. فاحنا احيانا في بعض العدوى الفيروسيه قد نلجا لبعض الانتيبيوتكس او المضادات الحيويه لمنع السكندري انفكشن او العدوى التالية. نرجع تاني دكتور محمد لموضوع الكورونا، ازاي احمي نفسي من الكورونا؟ ازاي احمي نفسي من الكورونا؟ طبعا الاول يعني العزل، يعني اذا كان انا المصاب يبقى تم عمليه، او مش مصاب او بتعرض لحد مصاب احمي نفسي منه، ان انا اعزل نفسي منه. دي رقم تمام. واحد. رقم اتنين، او المفترض دي في اول واحدة خالص، ان هي عملية النظافة الشخصية، اتباع النظافة الشخصية، غسل الايد قبل وبعد الاكل، او دخلت المرحاض وخرجت يبقى اغسل ايدي قبل وبعد. دي رقم اتنين. رقم تلاتة، ان انا اتجنب ان انا لو في شخص مريض عليه حتى بدايات اعراض ان انا اتجنب التعامل مع هذا الشخص. رقم ثلاثة، ان انا لو عندي الاماكن اللي فيها موبوءة او ريكوردد او سواء كان محليا او عالميا ان انا اتجنب الدخول هذه، يعني في مناطق اذا كان في بعض الدول اعلنت ان عندها مناطق فيها مشاكل. تمام. او بعض الاماكن فيها مشاكل، حتى لو كانت قرية، حتى لو كانت نجع، بالتالي ما اخشش هذا المكان، اتجنبه تماما. عندك طبعا ان انا يبقى عندي فترة راحة طويلة جدا، عشان مش طويلة يعني ما بقاش فيه اجهاد شديد جدا، عشان ادي فرصة للجهاز المناعي ان هو
ان هو يتعامل، احمي نفسي بما يعني اقلل نسب التوتر، لان مع التوتر بيطلع يعني مواد معينه بتفرزها الجسم، هي برضو مواد مناعيه على سبيل المثال الكورتيزون. الكورتيزون دي من المواد، صحيح في ناس بتاخدها من بره لعلاج حالات معينه، لكن الجسم برضو بيفرزها بتركيزات معينه. تمام. دي بتعمل على تثبيط الجهاز المناعي ويبقاش قادر على المواجهه. عندك برضو التغيرات في درجات الحراره، يعني وانا خارج ما اطلعش واخش يبقى في تغيير في درجه الحراره، طبعا ده بيضعف الجهاز المناعي وبيضعف الجسم وبيخليه عرضه للاصابه ب يعني اي شيء، بشرط يكون فيروس الكورونا. وزي ما قلت لحضرتك، لو حصل لا قدر الله اصابه يبقى العزل ثم العزل ثم العزل. هاي دكتور هاني، في نهايه برنامجنا النهارده ايه النصيحه اللي تحب تقولها؟ الاختيار الدواء لازم يكون عن طريق المتخصص، وده في منتهى الاهميه عشان صحتي وعشان اقتصادي. دكتور محمد راشد، ايه النصيحه اللي تحب تقولها في نهايه حلقتنا النهارده؟ الزم بيتك، تقي نفسك من فيروس كوفيد 19. انتهت حلقتنا النهارده، وان شاء الله موعدنا مع حلقه جديده وحلقات برنامجكم نصيحه طبيه. اشوفكم على خير.